بكل عصرية خوتي، الدربي الجولة 30، مولودية الجزائر أمام نظيره اتحاد الحراش، في استاد طافجري المحمدية على الساعة 5 مساء، مقابلة حرة. ومن ربح البطولة يتأهل المرتبة الثانية، واللي أهل المرتبة الثانية يروح كوب دالجيري، بليتو كوب دافريك، يروح كوب دافريك إن شاء الله. الأولى راهي سبيف، والدوزيام إن شاء الله مولوديا، طروازيام ماذا بين الحراش، ماذا بين سبيف والمولودية، مولودية الجزائر تروح للدربي. بعد ما لعبت الدربي ماذا بين يروحوا يلعبوا لاكوب، ماذا بين يروحوا يلعبوا لاكوب دافريك. بعد ما شفنا ليوسما اللي لعبت مع مولوديا وفازت، يعني بعد ما شفنا في عصمة لعبت مع المولودية وفازت على المولودية بهدف مقابل صفر، ودات الكأس الجزائر. وبعد ما دات الكأس العربية فازت ب3-2 في بلادنا، بصحتها دات لكوب دارب أمام نظيرها الكويتي. قول مبروك عليكم وفيف مولوديا، وإن شاء الله يا خويا اليوم نلعبو لهم ونديرو فيها ماتش شباب ونربحوهم إن شاء الله. روح رياضية مولوديا ما قبلتش يعني باش يلعبو في يعني في سطات تاع المحمدية، لاخاطش هذا ديربي. السلام عليكم، بكل روح رياضية، يربح بصحته في مولوديا.